أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، ودائما برحلاتنا الصباحية في مساحة دائما كبيرة للمواهب السورية الواعدة. اليوم معنا صبية بعمر الورود، لكن رغم صغر سنها قدرت تعمل إلى بصمة ولمسة خاصة بعالم الفن والإبداع. أكيد نور، عم نحكي عن كاترينا العودي، وهي صبية قدرت أنه من خلال موهبة الرسم تبلش أولى خطواتها وتكون لها تميز خاص. وطبعا اليوم رح نتعرف أكثر على هالموهبة ونشوف بعض من رسوماتها ونشوف قدي لاقت صدى على بكتير من الأماكن اللي شاركت فيها أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير كاترين. صباح النور. أول شيء الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا الله فيك. يسلمك. يسعد صباحك كاترين. عمرك 16 سنة، خلينا نحكي ايمت حسيتي انه في عندك موهبة، او اهلك، ابوكي معنا بالاستوديو اكيد نوجه له تحية، ايمت اكتشفوا انه في عندك موهبة لازم فعليا يتم الشغل عليها ويتم تنميتها؟ هلا بالحقيقة انا كنت صف اول، كان عندي كثير حب نابع للرسم وللالوان، وكنت جرب ارسم كل شيء، يعني كل شيء بشوفه قدامي ارسمه، شخصيات على التلفزيون انقله وارسمها. وقتها انه لاحظوا اهلي انه في عندي موهبة بالرسم وبلشوا ينموا لي اياها، واتدرب اكثر بالبيت، ولحد وصلت لعمر 12 سنه سجلت معهد عند الدكتور توفيق عازر وبلشت اتدرب اكثر وطور حالي اكثر. حلو، يعني اليوم عم نحكي 16 سنه، يعني مثل ما بيقولوا هي السنه التمهيديه، هلا نحن 11 للبكالوريا. هذا الشيء قديش يمكن هلا انت عم تستعدي نفسيا لعام قادم فيه شهاده؟ هل بتفكري يكون هذا الرسم مستمر، ممكن تدرسي شيء بخصوص الرسم بعدين، ولا رح تبقى موهبه؟ لا ممكن رح ادرس، يعني انا عم فكر انه فوت كمان فنون جميله ان شاء الله فرع ثاني. يعني قلتي انه كمان سجلتي بمعهد لتستمري بهي الموهبه، قديش مهم اليوم للاستمرار الموهبه ودعمها فعليا الجانب الدراسي فينا نقول؟ هلا كثير مهم الواحد يندعم قبل الاساتذه وال قد حسيتي حالك فرقتي يعني لما سجلتي بالمعهد؟ كثير كان في فرق، يعني كثير تحسنت وتطورت اكثر، وكان استاذي واقف معي، يعني كل خطوه عم بمشيها كان واقف وعم بدربني اكثر. حلو، بدنا نبلش هيك. هلا بلشنا نشوف ونحن عم نحكي معك بعض من رسوماتك، يمكن عندك شيء مميز اللي هو البورتريه. خلينا نحكي اكثر عن البورتريه، هو فن مانو سهل ابدا. اليوم في كثير ناس بتبدع بهذا المجال، لأي درجة بيكون صورة الشخص واقعية؟ في كثير مدارس بهذا الموضوع، بلشتي وشو اخترتي؟ هلا أنا حبيت رسم البورتريه لأنه في الواحد بيقدر يعكس كثير شغلات، يعني بيعكس انفعالات الشخص بالرسم، ممكن يكون قلق، ممكن يكون اكتئاب أو حزن أو سعادة، بينعكس بعيون الشخص أو الملامح، وبيقدر يعبر كثير شغلات بالرسم وبيفرغ طاقته يعني بالرسم. طيب كيف كانت ردود الناس حولك على رسوماتك؟ كيف كان هيك انطباعهم الاول والتشجيع لإلك؟ هلا شفت كثير ناس عم تشجعني من رفقاتي يعني واهلي، وشفت بعيونهم كثير اعجاب للرسم وشجعوني ودعموني وكانوا يعطوني طاقه دائما لكمل واقدر اعطي احسن ما عندي. يعني ونحن عم نحكي معك كمان حابين نشوف اكثر الرسومات اللي رسمتيها، الناس تشوف هي البصمه الحلوه اللي اشتغلتي عليها. خلينا نحكي، هل كان لك مشاركات اذا كان بالمدرسه في معارض، او مشاركات بمعارض خارجيه للمواهب؟ هلا شاركت بمدرستي بمعرض مدرسه المتفوقين، وشاركت معرض كمان بمدرسه الازروني، وشاركت بمسابقة ألوان وأفكار هلأ هاي السنة، وكمان مسابقة على مستوى ريف دمشق، وكمان سابقت شاركت بمسابقة الشبيبة وطلع لي المرتبة الرابعة. طيب خلينا نحكي أول رسمة يمكن هيك تركز انطباع جميل عند اللي حواليك، بتتذكريها؟ هلأ أول رسمة كنت رسمتها بالصف الأول كانت ستروبري، ورسمت كمان السيد حسن نصر الله، كان في تحدي بيني وبين حالي انه اذا بقدر ارسم هالرسمه او لا، ونجحت الرسمه والكل دعمني وشجعني لكمل اكثر وكثير حبوا للرسمه. طيب كمان رح يمر معنا هلا يعني بعض الرسومات اللي لها علاقه يمكن بفن مهم هلا صار موجود، اللي هو فن خليني اقول ايوه هلا بلشت تطلع الصور، اللي هو استخدام الالوان بالمكياج او نوع من انواع المكياج للجروح، بتستخدم بالدراما كمان، اشتغلتي على هذا الشيء؟ خلينا نحكي عن هي التجربه. هلا اول شيء انا كنت
كنت فاتحه اليوتيوب عم بتشوف شغلات جديده عن الرسم، اما فجاه طلع لي المكياج السينمائي، فتت وتفرجت حبيت الفكره، اما رحت جربت وكثير زبطت وكثير طلعت حلوه والكل صدق يعني، وطلعت واقعيه وانا كثير حابه انه اتعمق بهذا المجال اكثر وانه اصير اشتغل طيب. بهذا المجال. عم نشوف صور من شغلك على الشاشه وعم نشوف دقه وتقنيه عاليه، كمان المحيط لما شاف هذا الشغل يعني ردت فعله كيف كانت؟ لما نقول انه صبيه عمرك 16 سنه هون فيكي تفوتي بمجال دراما، لانه بنعرف هذا الفن عالم واسع وكثير كبير وله صدى واثار كثير جميله اليوم. هلا الكل انصدم وتفاجئ بالرسم وفكر حقيقه وصار يقول الحمد لله على السلامه وهيك. وانا عم بحاول كثير اشتغل على هذا الموضوع انه صير اقدر اشتغل بالدراما من هذه الشغله. وسمعت انه الاستاذ فايز قزك بيدعم هيك مواهب، ان شاء الله انه بيوصل صوتي له وبيدعمني ان شاء الله. يعني هلا وجودك اليوم على قناه تلفزيونيه اعلاميه سوريه وطنيه هو اكيد مساحه مهمه لحتى توصل رسوماتك وشغلك لكل يلي عم بيتابع. اكيد نحن بنضم صوتنا، بنتمنى اي حدا قادر انه هو يتبنى هي الموهبه ان كان بمجال المكياج السينمائي او الدرامي وبحابب يشوفها انه ممكن صار يقدر يتواصل معك. خلينا نحكي كمان عن طريقه النشر. اليوم المواهب الشابه كثير عم تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبرز مواهبها، لانه المعارض الثانيه بتضلها ضيقه، وخصوصا انت لسه بعمر صغير فعم تشاركي بمعارض تخص المدارس وما الى ذلك. قد ايه قدرتي من خلال صفحتك او الصفحه الخاصه بالرسومات تشوفي انتشار حاله الناس، تشوف مشاركه، حتى يمكن شفتي تجارب مشابهه تعلمتي من خلال الانترنت؟ هلا انا كنت دائما انشر رسماتي على الفيس والانستا، وكان كثير انه العالم تحب رسماتي يعني، وكانوا يشوفوا كثير عالم رسماتي ويحبوهم، وانا طبعا كنت اشوف رسمات غيري واتعلم منهم وحاول انه اتعلم شوي من الرسم طبعا وطريقة الرسم طبعا. اكيد بنتمنى لك التوفيق كاترينا، وان شاء الله بنشوفك اهم فنانه على مستوى مو فقط سوريا، على مستوى العالم. بالختام كلمه اخيره حابه توجهيها لاهلك او لاي حدا وقف جنبك وامن بموهبتك وكان له اثر كبير في مسيرتك؟ هلا بدي اشكر اهلي وكل رفقاتي واساتذتي، وبدي اقول لهم انه كثير شكرا لكم لانه وقفتوا جنبي وانا من وراهم قادره اكمل وابدع اكثر واقدر اعطي اكثر ما عندي ان شاء الله. شكرا لك كاترينا، وبدنا اياكي هيك اللقاء الجاي يكون هيك اقوى. انت عندك موهبه وعندك شيء مهم، لازم شوي هيك نصير اقوى ونعبر عن نفسنا، ما نخجل، بالعكس نحن معنا شيء كثير حلو عم نفرجيه للناس. شكرا كثير لوجودك وموفقه بحياتك القادمه.